أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله
أدنى لهم عذابا أليما. بسم الله الرحمن الرحيم.
إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن قال الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء صدق الله العظيم. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا بفاحشة مبينة وعاشرهن بالمعروف تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى
يصبى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم صدق الله العظيم. وقالاتكم وبنات الأخ وبنات وأمهاتكم اللاتي أرضانكم وأخواتكم من نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. صدق الله. بينات من الذكر الحكيم تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ كرم راضي المنصوري
القارئ بعرض جبريل مثل عربية والبكي بجنبها التبع لمركز ومدينة هوش عيسى.